كانت آخر مرة تحققت فيها من حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي؟ قبل بضع دقائق؟ حسناً، كم عدد الإعجابات التي حصلت عليها صورة السيلفي التي قمت بنشرها للتو؟ لم تحصل على عدد كبير كما خططت؟ وكيف جعلك ذلك تشعرين؟ إن كانت إجابتك غير سعيدة بنفسي، مبروك، لقد أصبحت إحدى العديد من ضحايا أكثر الفخاخ جاذبية في عصرنا. لقد سمعتني جيداً، لقد أطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي مع هاشتاجاتها هاشتاج سعادة، هاشتاج جمال، هاشتاج رفاهية، مسمى فخ، فهي تغريك بصورها الأنيقة لأشخاص يسافرون ويمارسون الرياضة ويصبحون أفضل كل يوم. حسناً، الرسالة الحقيقية التي تقدمها في الواقع، وأعتذر لإخبارك بذلك، هي أنك مقززة. نعم عزيزتي، فهي تجعلك تعتقدين أنك لست لائقة كما ينبغي، ولست أنيقة بما يكفي، وأقل شهرة قليلا من مشهورات الإنستغرام التي يبتسمن لك من صفحاتهن المرتبة بشكل جيد، وكأنه لا يوجد أي سبب يدفعهن إلى الغضب حول أي شيء، وهن مستعدات لبيعك تذكرة إلى أرض أحلامهن. كل ما يتطلبه الأمر هو تجربة روتينهن في التمارين، أو فستانا سيجذب أنظار الرجال، أو كريم أساس سحري سيغير شكل وجهك. إن لم تفعلي ذلك لن تكوني جيدة بما يكفي، ولا تجدين هذه النوعية من الفتيات المصقولات في كل مكان تتصفحينه على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة فحسب، بل ينظرن إليك من أغلفة المجلات كما لو أنهن يحكمن عليك لعدم محاكاة نمط حياتهن. وفي كل مرة تستمتعين فيها بالكعكة المخملية الحمراء المفضلة لديك، أو ترتدين بنطالا فضفاضا يشعرك بالراحة، فإنهن ينادينك باسمك: توقف الآن، لا يمكنك فعل ذلك. تقرر هؤلاء الفتيات ما هو جيد لك، وهن أفضل من يعرف ما يجعلك سعيدة. هل لديك أي اعتراض؟ حسنا، إن كان لديك اعتراض حاولي أن تكوني نفسك وانشري بعض الواقع غير المصقول. من سيحصل على المزيد من الإعجابات؟ أنت أم مدونة الإنستغرام مع 17,000 متابع؟ الحقيقة القاسية هي أنها ستحصل على عدد أكبر، ولكن احذري ماذا؟ وأنا أخبرك هذا كرجل، أنت جميلة بالفعل، وأنت مثالية في الواقع، أنت جيدة بما يكفي، فابتسامتك هي التي تجذب العالم لك، ولا تحتاجين إلى فلتر لإبرازها أو إثباتها. ذلك الجسم المثالي الذي تسعين جاهدة للحصول عليه كما ترينه على الإنترنت، وذلك الوجه المثالي الذي لا يمكنك الحصول عليه إلا من خلال المكياج، لن يظل معك إلى الأبد. وعندما تتغير هذه الأشياء، وعلى الأرجح أنها ستتغير مع تقدمك في السن، وعندما هاشتاج جمالك لا يدوم، فإن ذلك لن يجعلك تشعرين سوى بالغضب والانزعاج الشديدين. ألا تزالين لا تتفقين معي؟ هذا يجعلني حزينا للغاية. أمر آخر يحطم فؤادي هو فكرة أن الفتيات بدأن الاعتياد على حكم الآخرين على مظهرهن الجسدي منذ سن مبكرة. أنا أتحدث عن مسابقة ملكات الجمال للصغيرات، حيث يجب عليهن استنشاق مواد كيميائية سامة من مثبت الشعر، ووضع أطنان من المكياج، والحصول على سمرة مزيفة، وارتداء كعب عالٍ، وإزالة حواجبهن الصغيرة بالشمع، وتبييض أسنانهن اللبنية. ولا يتعلق الأمر حول المظهر فحسب، بل السلوك أيضا. يجب على هذه الطفلة الابتسام دائما، حتى عندما يكون قلبها الصغير حزينا، لأنها تريد الذهاب للعب مع الطفلات الأخريات وعدم كرههن أو التنافس معهن. يجب أن تكون بلا عيوب، ويجب أن يكون هدفها الرئيسي والأوحد في الحياة إثبات مدى مثاليتها للجميع بهدف الفوز. ماذا عن النوم العميق الذي تحتاجه كطفلة صغيرة في طور النمو؟ يجب أن تنسى ذلك، ولأن مسابقة ملكة الجمال تقام لطفلات لا تتجاوز أعمارهن 18 شهرا، فهناك احتمال كبير بأن الطفلة لن تتمكن حرفيا من قول أي شيء لرفض ذلك، لأن الأطفال يبدأون في العادة في التواصل بجمل بسيطة في سن الثانية. وهل تودين معرفة ما صدمني مؤخرا؟ صادفت مقالا حول نتائج دراسة أجرتها منظمة Common Sense Media، ذكرت أن 80% من الفتيات في سن العاشرة في الوقت الحالي قد اتبعن بالفعل حمية غذائية،
ويبدو أن الكثير من الفتيات والفتيان ما بين 6 و8 قلقون من زيادة الوزن. يا إلهي، عندما كنت في سن 7 كنت قلقا من حقيقة أنني لم أحصل على جرو لعيد ميلادي. من أين يأتي كل هذا الازدياء؟ يخبرني حدسي أن الأمر يتعلق بالآباء والأمهات الذين لا يشعرون بالرضا عن أنفسهم، أو يخبرون أطفالهم بحاجتهم إلى خسارة بعض الوزن. وبالطبع نفس وسائل الإعلام التي تطلب منك أن تنحفي أكثر لتصبحي أكثر سعادة قد استولت على عقول الصغار. وفي عام 2004 بحث فريق من الباحثين من جامعة جنوب فلوريدا في هذا الأمر، وما اكتشفوه كان مثيرا للاهتمام. في 72% من الأفلام والبرامج التلفزيونية وألعاب الفيديو كانت الشخصيات الطيبة والإيجابية نحيفة في 3 من 4 فيديوهات، في حين كانت الشخصيات البدينة على الجانب الشرير وليست قدوة بالضبط. لذلك لا عجب أن الأطفال يكبرون ليصبحوا بالغين غير راضين عن أجسامهم. لقد بحثت عن إحصاءات مؤسسة المجلس الدولي للمعلومات الغذائية لعام 2018، وتبين أن 1 من كل 3 أمريكيين يتبع حمية غذائية. بالطبع لا يتعلق الأمر بشكل كامل حول خسارة الوزن، ويتعلق في الغالب بحالات صحية، ولكن لا يزال الأمر حاضرا. اعترف نصف السكان البالغين على الأقل في أمريكا بأنهم قد حاولوا إنقاص أوزانهم في مرحلة ما، وأعداد المراهقين هي نفسها تقريبا. هل يجب أن أخبرك عن مخاطر اتباع حمية غذائية؟ خاصة عندما تلعبين دور أخصائية التغذية وتقررين ما هو جيد وسيء لك؟ ماذا بشأن توقفك عن الأكل تماما للحصول على جمال فتاة الغلاف؟ فقدان الشهية والشره المرضي واضطرابات الأكل الأخرى ليست أفضل الأشياء التي يمكنك تجربتها في الحياة. حتى إن لم يصل الأمر إلى ذلك الحد المتطرف، إلا أنه من المرجح أن تصبحي أضعف وتواجهي صعوبة أكبر في التركيز ويخف شعرك. أما من الناحية النفسية، ستكونين غير راضية بشكل مستمر عن نفسك، لأن ذلك لن يكون كافيا أبدا، ثقي بي. والوزن الذي تخسرينه سيعود في العادة، لذلك فكري في الأمر، هل يستحق المعاناة بالفعل؟ خاصة إن كنت مراهقة يحتاج جسمها إلى مواد غذائية لينمو ويتطور بشكل صحيح. التمرن بشكل جنوني دون إشراف مدرب لياقة محترف لن يفيدك كثيرا أيضا، وتدريب الخصر الذي يبدو بأنه يوفر حلا فوريا لبطنك مع مشد قماشي ضيق ليس ضارا، قد يسبب مشاكل في التنفس ورضوض ويؤذي عظامك دون تصغير القفص الصدري العريض. ولكن ربما كان مقدرا لك امتلاك تلك الخدود والمنحنيات الرائعة، فلماذا الشعور بعدم الرضا؟ أنت لا تريدين أن تصبحي إحدى دمى الباربي الحية، أليس كذلك؟ وبالحديث عنهن، تعيش الفتيات التي يدور هدف حياتهن حول امتلاك مظهر الباربي في بلدان مختلفة حول العالم، وفي كل مرة أراهن في الأخبار أو على الإنترنت أسأل نفسي سؤالا واحدا فقط، لماذا؟ لماذا يتخلى شخص طوعا عن هويته ويدفع أموالا طائلة ليصبح دمية بشرية متحركة مثل هذه السيدة البالغة من العمر 55 عاما في بريطانيا، والتي أنفقت أكثر من 3 ملايين دولار على أكثر من 300 عملية تجميلية لتبدو مثل قدوتها البلاستيكية، وقدمت لطفلتها البالغة من العمر 7 سنوات قسائم لعملية تكبير صدر لتستخدمها حال بلوغها 18. كما توجد امرأة في أمريكا عملت كمندوبة مبيعات شبيهة بالباربي في سن 18. لقد أحبت هذه الصورة كثيرا لدرجة أنها جعلت هدفها التحول إلى باربي. خضعت ل5 عمليات جراحية للثدي وبوتوكس. الجراحة التجميلية الأساسية هي شيء اعتدنا عليه جميعا، ولكن أخذت هذه السيدة خطوة أبعد وخضعت للعلاج بالتنويم المغناطيسي، حيث ذكرت أن الأمر بأكمله يتعلق بفتح عقلها اللاواعي وخفض معدل ذكائها إلى مستوى دمية بلاستيكية. هل تحظى باهتمام الجمهور وموافقته على الإنترنت؟ من المؤكد ذلك، لأن عملية تحولها كانت برعاية تبرعات من صفحة معجبين. حتى لو لم تذهبي إلى حد بعيد من الخضوع لجراحة تجميلية وعلاج بالتنويم المغناطيسي لتحويل نفسك، إلا أنك قد خضعت لتلك الإبر اللاذعة لحقن الشفاه. ربما مررت بألم المكياج الدائم الشديد
نعم، أنا أتحدث عن هؤلاء الفتيات التي يضعن المكياج كوشم على وجوههن للحصول على كحل عين ومحدد شفاه دائم وحواجب مثالية. إليك ما يجب أن أخبرك به، وأنا أقول هذا مع كامل حبي. توقفي عن ذلك، أنت قوية، أنت جميلة، أنت كاملة. وحتى عندما لا يكون المحدد على شفتيك مثاليا، فإن عقلك لا يزال كذلك. اعتز بنفسك، أحبيها، وانشر النصيحة. هل يوجد شيء تودين تغييره في نفسك؟ أو هل تحبين نفسك كما هي؟ أتحداك بأن تعترفي بكل ذلك في التعليقات أدناه. ولا تنسي منح هذا الفيديو إعجابا ومشاركته مع صديقاتك والنقر على الاشتراك لتبقي على الجانب المشرق من الحياة.